سمر، لما بنحكي عن عام 2020 يعني كان قاسي كتير على السينما السورية. دائما في أذكار منتذكر عملت بصمة كتير كبيرة، لكن هذا العام كان فعلا قاسي لأنه فقدنا اثنين من أهم يمكن رموز السينما السورية، المخرج والناقد السينمائي ريمون بطرس رحمه الله، والشاعر والصحفي والناقد السينمائي بندر عبد الحميد، كمان السلام لروحه. أكيد يا زينب، لهذه الأسماء المهمة رح نستحضر محطات من حياتهم عبر فيلمين وثائقيين من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. للحديث أكيد عن تاريخ حياتهم لنحكي أكثر عن هدول الفيلمين معنا الصحفي والمخرج السينمائي نضال قش. حي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عزيزتي، أهلا وسهلا، تحياتي. يسعد صباحك. يعني من رح نبدأ من تحضيراتك عن الفيلمين اللي هلأ حاليا عم تكونوا بمرحلة المونتاج مثل ما قلت لنا تحت الهواء، نحكي عن أكثر. هن حاملين طابع يمكن روائي عن شخصيتين أدبيتين. نعم. هلا مثل ما تفضلتي من شوي، للأسف عام 2020 بالنسبة للمحطة السينمائية لنقول خسرنا كذا قامة، وأخرهم الحقيقة من كم يوم أستاذنا أهم مونتير مؤسس في سوريا الأستاذ المرحوم مروان عكاوي، من كم يوم رحل. بس بالنسبة للإسمين هني بندر عبد الحميد، هو شاعر وهو علم من أعلام النقد السينمائي العربي، هو مؤسس سلسلة الفن السابع اللي هي أهم سلسلة فكرية سينمائية في العالم العربي، هو أحد خمسة أشخاص أسسوا مجلة الحياة السينمائية الشهيرة العريقة، المجلة الفصلية المحكمة. بندر عبد الحميد كشاعر ابن مدينة أو محافظة الحسكة، بيسموه الريفي الجميل أو البدوي الجميل. هذا الرجل يعني يمتلك من سمو الأخلاق، فعلا لما رحل لم يختلف اثنان، يعني هذه صيغة نادرة جدا لأشخاص مثل المرحوم بندر عبد الحميد، على مكانته ودماثة أخلاقه وأهميته في النقد السينمائي، ونحن هلأ هذا الزاوية اللي بتهمنا جدا كسينمائي يعني مهم. لذلك كانت الفكرة طبعا من وزارة الثقافة بسيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد، أنه ضرورة أنه ينعمل عنه فيلم وثائقي حوالي 20 دقيقة. خلال فترة التحضيرات بعد أيام ليست طويلة كمان رحلت قامة سينمائية كبيرة، هي الأستاذ ريمون بطرس. ريمون بطرس اللي وثق للعاصي وحماه في أفلامه الوثائقية أو الروائية، الطحالب والترحال. الحقيقة كمان كانت الفكرة موجودة بنفس الإطار تماما، فكان يشرفني تماما يعني الإسمان أو الشخصيتين بالنسبة إلي أساتذة وأصدقاء شخصيين. ففعلا صورنا فيلم، نحن طبعا أجواء الحجر الصحي تبع كورونا وإلى آخره عطلتنا كثيرا وليس قليلا، نعم، لكن اجتزنا المراحل، صورنا المادتين، سمينا الفيلم تبع الأستاذ بندر عبد الحميد غرفة السينما. ليش غرفة السينما؟ ربما من سائل. هم بدنا نسأل عن عناوين الأفلام، ليش تم اختيارهم؟ سبب التسمية، وهل هي أخذتوها من حياة الكاتبين ولا لا؟ أشكرك على هذا السؤال جدا، لأنه في خصوصية كتير لها ملمح ضروري نحكي فيه بالنسبة لفيلم بندر عبد الحميد اللي هو غرفة السينما. المرحوم بندر عبد الحميد يسكن في قلب دمشق بشارع الباكستان في دمشق. الحقيقة منزله يبعد عن هذا المكتب تبعه اللي سميناه غرفة السينما حوالي 200 متر. فهذه غرفة السينما هي كانت مكتبه، هي مكان مليء بالفوضى الجميلة، كتب السينما متناثرة في المكان، أقاصيص الأفلام، بوسترات الأفلام موجودة. هذا الغرفة أو المكتب هو طابق أرضي. أنا يعني أكاد أؤكد 90% من نجوم الصف الأول العرب السينمائيين زاروا في هذا المكان، يعني سأقول أسماء، يعني أنا مثلا شخصيا سوريين كلهم من شعراء وسينمائيين لا أستثني أحدا. بالنسبة للعرب مثلا نور الشريف، أحمد زكي، محمود حميدة، أسماء كبيرة كانت تأتي، طبعا نقاد سينمائيين عرب كانوا أصدقاء شخصيين، هو كان مثقف كبير موسوعة، وهو كان مترجم من اللغة الإنجليزية في المجال السينمائي، فكان يحضرون إلى هذا المكان وتدور ندوات وحوارات في الشعر والأدب والسينما.
إلى آخر ما هنالك. نحن كنا شباب صغيرين بعد نقعد نسمع هالأقطاب الكبيرة جدا، قديش بتحكي سينما، قديش بتحكي فن في هذا المكان. لذلك نحن أنا كان عندي إصرار أنه يتصور هذا المادة في هذا المكان تماما. أنا أذكر من حوالي سنة بذلت جهد تقريبا يوم كامل لإقناعه عن أنه ضروري نعمل فيلم عن بندر عبد الحميد بهالمكان، لكن للأسف رحل، فسوينا فيلم عن بندر وليس مع بندر للأسف، يعني القدر لم يسمح لنا. لكن بالنهاية أنا سعيد أنه حققنا هذه الأمنية وصورنا هذا الفيلم في ملمح كتير مهم ضروري. عنده طاولة بهذا المكان مستديرة عليها لوح زجاجي، أي زائر له أيا كان بيأخذ صورة له ويضعها في هذا الطاولة. لذلك هذه الطاولة يلي بيدخل على المكتب حاليا سيشاهد صور عشرات الأشخاص يلي كلهم توافدوا إلى هذا المكان وسهروا أو جلسوا معه فيه. الفيلم الثاني يلي هو عن الأستاذ ريمون بطرس، وبخصوصية الأستاذ ريمون بطرس بحما والعاصي، وكونه بسينما الروائية والوثائقي أرخ ووثق لمدينته وبيئته، فسمينا قيثارة لأنه هو كمان كان موسيقي، العاصي نهر العاصي، والسينما كونه سينمائي. فالاسم الحقيقة الاسمين منحوتين تماما من خصوصية كل منهما. طبعا بيميزه شيء فأخذته تماماً. الاسم منه. يعني عم تحكي عن نوع من الأفلام اللي هو الوثائقي، هو من أصعب الأنواع. صحيح. السينمائية، لأنه بيحتاج لكثير من التفاصيل. يمكن حضرتك صحفي ومخرج، عيونك بترصد أي تفصيل ممكن يكون أو تربطه بالشخصية. صحيح. خلينا نحكي هل كان يعني خدمتك هي التفاصيل بالفيلم، يعني كان لها كثير صله بالواقع، ولا نسجت شيء يعني كمان من محض الخيال؟ سؤال كثير هام. الفيلم الوثائقي عزيزتي صعب مثل ما تفضلتي، لسبب انه هو يقدم ماده معلوماتيه لا يقدم ماده روائيه. بمعنى بنظريه الدراما في عنصر كثير مهم بسموه عنصر التشويق. التشويق في الفيلم الوثائقي غير موجود. صح. فأنت حتى تجتذبي المتلقي ويتابعك 20 أو 30 أو 50 دقيقة حسب مادة الفيلم بدك تعملي عناصر جاذبة. العناصر الجاذبة تأتي بكذا ملمح، كل مخرج له خياره. أنا مثلا كتير أؤكد على أنه اللي بده يعمل فيلم وثائقي يجب أن يعرف موضوع اللي بده يشتغل عليه بأدق التفاصيل. أكيد. إمتى بيصحى، إمتى بينام، لما بيصحى بيقول صباح الخير ولا يسعد صباحكم، ربما هي التفاصيل مهمة. ليش؟ لأنها بتخلق لك تفاصيل ممكن أنت تاخذي أشخاص آخرين بيعيشوا معه كيف كانوا يتعاطوا مع هذه المواضيع، بتخلق تفاصيل مهم جدا أنه المتلقي يعرفها. يعني أنا بعرف تماما تحديدا المرحوم ريمون بطرس الوسط السوري بيعرف كتير أمور عنه. طب أنا فكرت كتير أنه طب أنا بدي أعمل فيلم 90% منه معروف ريمون بطرس، فكان هدفي 10% اللي ما بيعرفه مشان أعمل شيء جديد، أعمل شيء جاذب. وإلا إذا أنا بدي أعمل شيء سبق حدا أرى فيفضل ما ينعمل. لذلك الفيلم الوثائقي صعب، لكن كل ما تعرفتي تعرف صناع الفيلم تحديدا الكاتب والمخرج على تفاصيل أكثر من موضوع الفيلم رح ينتج عنه مادة غزيرة معلوماتيا وبالتالي جاذبة للجمهور. أكيد. لكن أستاذ خلينا نحكي عن الأدوات لإخراج أفلام وثائقية بهذا الحجم، هل هي متوفرة؟ وخلينا نحكي هل تم التسهيل من المؤسسة العامة للسينما، وشو هي الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتكم؟ الحقيقة المؤسسة العامة للسينما مشكورة وعلى رأسها الأستاذ مراد شاهين مدير عام المؤسسة، هي منتجة الفيلمين، وهنا فورا تبنوا الفكرة بإنجاز الفيلمين، إنتاج الفيلمين. فالتسهيلات الحقيقة قدمت إلى أبعد درجة. أنا يعني يحضرني هون ولازم أقول هذا الكلام، لما رحنا على من باب الأمانة المهنية لما رحنا على حماه لنصور، فكانت فكرة أساسية كتير بذهني أنه ناعورة إبداع ريمون بطرس ابن العاصي وحما ما زالت مستمرة، فرحنا لقينا الناعورة واقفة مشان المي كانت شحيحة، فيعني خرب كل الفكرة. أنا رايح شوف الناعورة عم تدور، بدي صور الناعورة عم تمشي فواقف، يعني تماما اختلف المعنى. فتدخلنا والله مع السيد المحافظ في حما، وكان الرجل وجه له التحية متعاون، وكان يوم جمعة،
فوجه مديرية المياه ففعلا فتحوا مياه العاصي بقسم معين لحتى تدور الناعورة لحتى نصورها. قضينا نص يوم ما خلينا ناعورة حتى اللي كانوا قيد الإصلاح داروا نواعير ضخمة وصورناهم. الأدوات كثيرة تعتمد على قديش عنده تفاصيل الذي يعني يريد أن يصور الفيلم، يجب أن يعي هذه التفاصيل. مثلا الأستاذ ريمون عنده تفصيل كثير مهم، أنه هو كان يروح مع عائلته على كنيسة ما قريبة من بيتهم بحما للصلوات وغيره، وكان في مسجد قريب، فكان هون دراسته يبدو عدد الأسرة كبير فما يحسن يدرس، فيروح على الجامع على الحصير الخارجي في الباحة الخارجية يفرد الكتب لما كان بالإعدادي ويدرس، وكان كل أهل المحلة بيعرفوا هذا ابن مين وهو شو وين عم يدرس، فكان محل ترحاب من الجميع رغم أنه في اختلاف انتماء هون بالموضوع، اختلاف انتماء شكلي لكن هو المضمون كلنا سوريون. هذا تفصيل مهم أنه فيلم ريمون، فأنا صورته بالكنيسة يلي خرج منها إلى مثواه الأخير، وصورت الجامعة اللي كان يقعد فيها الحصير. هذه تفاصيل كتير مهم تنحط بمثل هيك أفلام لمعرفة الشخص المحكي عنه أو المكان المحكي عنه، مشان المتلقي مثل ما سألتي حضرتك يعرف الأدوات الصح اللي بتوصل للأفكار الصح. نعم، موعد عرض الفيلمين تحدد ولا بعد؟ الحقيقة هذا موضوع بما أنه الفيلمين تكريميين، نحن هلأ في يعني في سباق مع الزمن لحتى ننجز الأعمال تماما. وأنا بالمناسبة بتشكر كل فريق العمل بالفيلمين اللي اشتغلوا معنا لأنه تعبناهم شوي، لكن كنا حريصين أنه نقدم لإسمين صح، إسمين كبار، فيلمين صح. مسألة إمتى العرض، الحقيقة هذا يبرمج من قبل المعنيين وزارة الثقافة أو إدارة المؤسسة. أنا علي وفريق العمل ننجز الفيلمين وهن بيشوفوا ما يناسب. يا رب أستاذ نضال، أنت والكادر طبعاً، وإن شاء الله هيك بيبصروا الفيلمين النور، بيحققوا نجاح كمان. شكراً لوجودك. شكراً. أكيد حننطر موعد الفيلمين وحنكون نحن من أول الحضور. بنتمنى لك كل التوفيق. نتمنى لك أكيد كل التوفيق وشكراً، نورت صباحنا لليوم. نتجرف عزيزتي.